كنوز اف ام. كنوز اف ام نسيك الدنيا وما فيها. سبور نيوز برعايه تاه فواياج، سافر وعينيك مغمضه. النجم الرياضي الساحلي وصل البارح في الليل باماكو، وين باش يواجه الملعب المالي نهار الاحد بدايه من ماضي 3:30 لحساب خامس جوله من دوري المجموعات في كاس الكاف، مباراه يحكمها الموريتانيا علي المغيفرية. رحلة النجم غاب عليها حمزة الأحمر بعد تعرضه البارح لبعض الأوجاع، وتم تعويضه في آخر لحظة بحمدي النجاز. أكثر تفاصيل جينا من عند مبعوثنا الخاص في باماكو شادي سميدة. صباح النور شادي. صباح النور إسلام، صباح النور لكل مستمعي كنوز اف ام. نحن متواجدين في العاصمة المالية باماكو، وين باش يلعب النجم الساحلي كما قلت انت مقابلته نهار الأحد قدام الملعب المالي في إطار خمس جولات دوري المجموعات من كأس الكاف. بالنسبة للرحلة خلينا نقولوا كانت متعبة شوية بالنسبة للوفد وفي خطول الملاعبية، خاطر البارح في العشية قاموا بحصة تدريبية في سوسة، بعدها بالضبط تنقلوا مباشرة المطار تونس قرطاج، ومن ثم انطلقت رحلتهم الجوية المطار باماكو اللي تقريبا دامت 4.5 ساعة على متن الطائرة، وكان وصول الوفد المطار باماكو تقريبا مع مدي 1.5 ساعة متعليل بتوقيت مالي، يعني 2.5 ساعة متعليل بتوقيت تونس. بالنسبة لقائمة الملاعبية الاتوال المشاركين في الرحلة، تعرف تغيير في آخر لحظة كما قلت انت، وين تقرر ابقاء حمزة الأحمر في سوسة وجاء مكانه حمدي النجازي اللي بدأ يتعافى من الإصابة الأخيرة متاعه، لكن الحقيقة مشاركته مستبعدة برشا في ماتش نهار الأحد. أما بالنسبة لحمزة الأحمر كان حاسس بأوجاع قبل الرحلة، يفسرها لنا ويعطيها لنا أكثر تفاصيل عليها طبيب الفريق الدكتور فيصل الخشناوي. البارح حس شوية آلام على مستوى الكوادريسيبس نتاع ليزيكسبلوراسيون اللي تعملوا اليوم ما همش متمنين برشا 100%، يعني تعرف مازال بكري شوية. خيرنا أنه باش يرتاح باش يبقى يعالج، وإن شاء الله حسب المعطيات الموجودة منطقيا يبدأ حاضر المباراة الجاية. شادي، ساعات قليلة مرت على وصولكم للعاصمة المالية، كان تحكينا على الأجواء وخاصة على حالة الطقس غادي. قبل الطقس اسلام نعطيك فكره على الوقت لهنا، يعني فارق التوقيت بين تونس ومالي مش كبير، هو ساعه بركه، يعني هو عندكم توا 8 نتاع الصباح لهنا بتوقيت مالي 7 نتاع الصباح. بالنسبه للطقس والتمبيراتور كيف ما تبعدش برشا على تونس، كما اليوم الدرجات المتوقعه لليوم في باماكو باش تتراوح بين 22 و 33 درجه. وبالنسبه لبرنامج الاتوال اليوم تم برمجه حصه تدريبيه مع ماضي 3:30 بتوقيت مالي اي 4:30 بتوقيت تونس. الحصه التدريبيه هذه باش تلعب في أنكس استاد المباراة على بعد تقريبا نص ساعة من نزل مقيم فيه وفد النجم الساحلي. سبور نيوز برعاية تاه فواياج، سافر وعينيك مغمضة. كنوز اف ام. كنوز اف ام نسيك الدنيا وما فيها.